طبعا في ستات كتير جدا نفسها تتعلم الخياطه بس ما عندهاش اي وقت تروح تاخد كورسات للتعليم، تعليم الخياطه يعني تعلم الخياطه، فتبدا بقى تدور على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب وعلى بنترست وتدور على اي حد يعلمها الخياطه وممكن تتعلم وممكن طبعا ما تتعلمش. النهارده هنوفر عليكم في فقره من الفقرات اللي احنا دايما بنحرص ان احنا نقدمها لحضراتكم مع ضيفتنا منار ياسين صاحبه مبادره تعليم تفصيل الملابس اللي منورانا النهارده وهتقدم لنا تجربه عمليه على بلوزه. الله يخليك. الحمد لله. ازيك يا دينا؟ عامله ايه؟ اخبار الكورسات ايه الاول كده بسرعه؟ الحمد لله ماشي. ناس كتير الايام دي بدات تقبل على كورسات تعليم التفصيل. طبعا لانه كمان الجاهز بقى غالي قوي. لا واحنا بقينا نحب نعمل حاجات بايدينا. الحاجات التفصيل بتبقى مظبوطه اكتر. صحيح. طيب عشان ما ضيعش وقتك ورينا البلوزه الاصليه وهنعملها خطواتها ايه. دي البلوزه الاصليه معايا اهي. اوكي ماشي. هنعملها ان شاء الله حردة في ثلاث خطوات. حردة عادية. عملت حرده رقبه. أوكي. وعامله كيرف هنا صغير بس عشان يبقى شكلها حلو، ومكان الكم بتتقص مره واحده بدون بطرون. اوكي. من غير بقى خياطه اللي هي من لا فيها بتاعتي. خطين خياطه من الجنب بس من لكن الجنب. ما فيهاش خياطه في الكتف. ايوه ده اللي بسأل عليه. المفروض ان القماش بيبقى عشان تقدري تعرفي انت محتاجه قد ايه قماش عشان تعملي البلوزه دي. بتقيسي طول البلوزه اللي انت عايزاه وتضربيه في 2. اوكي. عشان يكون عرض القماش 150. اوكي ماشي. فانا دلوقتي هعمل بلوزه قصيره اللي هي زي دي، طولها 60 سنتي، فده متر وربع من القماش. بطريقه سهله جدا همسك القماش بتاعي وابتدي اطبقه طول وعرض زي ما اكون بطبق ملايه صغيره. ادي الطول وادي العرض. طيب ماشي. طبعا خلي بالكم بقى في الاول تختاروا قماش ما بيتزحلقش عشان أيوة. ما مش يتزحلق وانتوا تتزحلقوا وراه بالمقص. ماشي. ادي القماش انا طبقتها مره طول ومره عرض. معايا. بقى عندي هنا سنتر ده مقفول ومقفول، متني هنا ومتني هنا. هو ده اللي انا هشتغل عليه، هعمل عليه حرده الرقبه. حرده الرقبه بالنسبه للبنات الصغيرين يعني لغايه مقاس ميديم مثلا تبقى 7 سنتي في 7 سنتي. حلو. ورينا كده نقيسها بالمزوره ازاي. هنقيسها بالمزوره اهو. ادي 7 من الناحيه دي و7 من الناحيه. لا بمشي بيها كيرف، لو عايزاها دايره ولو عايزاها مربعه بقوم واخده خطين وبقصها مربعه، يعني لو كده اهي مربعه برضو مفيش مشكله. اوكي ماشي. لو مدوره، لو مدوره زي ما عملتي كده بالظبط كده. الناس اللي بتلبس مقاسات كبيره تخليها 8 في 8. أوكي. عشان يبقى الاتساع يدخل الرقبه مرتاح. طيب ماشي. ادي اول خطوه. الخطوه الثانيه ببتدي اقيس بقى هنا المسافه دي بتاعت الكم مع الكتف مع بعض. فالمسافه دي بتبقى عندي من 35 ل 40 سنتي حسب ما انت عايزاها. يعني من اول الحرده بتاعت الرقبه هنا في الكتف لغايه طول الكم. لغايه طول الكم اللي انت عايزاه. طبعا هنا هيبقى زي ما انت شايفاها كده جابونيز. فانا هاخد نفس المسافه اهو، هاخد 35 سنتي. حلو اهو. ممكن اخد انت اكتر. اخدتيه من الزاويه. ايوه. ولا من الخط اللي احنا هنقلق من الخط من 7 ده. سنتي من الخط ده يعني من بعد 7 سنتي. أيوة. من الكورنر. ايوه هقيس هنا اهو تاني، هقيسها تاني هنا تحت. يعني كده 37 صح؟ لا 35 و7 43. 43 اوكي ماشي. اداني خط هنا اهو ماشي. ده نهايه الكم بتاعي. حلو. تمام. هاجي بقى بالنسبه للبلوزات على حسب طولها. لو المسافه دي عندك البلوزه طولها 60 سنتي يعني يا دوبك واصله لغايه بدايه الهنش. ايوه. في الحاله دي هناخد المسافه دي تكون ربع دوران الصدر. لو البلوزه دي طويله يعني معديه الهنش هناخدها على ربع دوران الارداف. اوكي. اتفقنا؟ لو قصيره على ربع دوران الصدر، لو طويله على ربع دوران الهنش. بالظبط. اوكي. هنقيس المسافه تاني اهو. احنا عندنا ربع دوران الصدر 30. اوكي.
يعني لو دوران الصدر 120 احنا بنحط 30 بالظبط. اوكي ماشي، وهوصلهم ببعض برضو اهو. معلش انا بعيد وراكي علشان انا حاسه باللي بيحاول يتابع انه بيبقى متلخبط قد ايه. ماشي، هسيب هنا بقى المقدار بتاعي بتاع فتحه الكم. لو فتحه الكم على حسب دوران الزراعة، لو عندك دوران الزراعة هو بيبقى من 30 ل 50 سنتي. أوكي. حسب تخانه الايد انا بسيب نصه هنا، يعني ده على متني. فهسيب نصه هنا وهيبقى نصه الناحيه الثانيه. ايوه هنا هاخد اهو 20 سنتي، اعتبره 40، وابتدي اوصل بكيرف كده بس خلاص. انت كده بتوصلي بكيرف علشان يقابل اللي هو ربع دوران الصدر. ايوه اللي هو يقابل الطول. ايوه هبتدي اسمي كده واقص. بسم الله بسم الله. اذا مربعه ولا دايره؟ دايره. ماشي اوكي. لو القماشه يعني لقيتيها بتتحرك معاكي دبسي القماشه وانت شغاله، يعني دبسيها في بعض. اوكي وهتمشي على الخطوط اللي رسمناها تقصيها. أيوة. جربوا يا جماعه، جربوا في حته قماشه قديمه عندكم علشان بس ايه، حتى القماش دلوقتي غالي، فنجرب طبعا. في قماشه مش غاليه، ده نمره واحد. تاني حاجه انها نكون مستغنيين عنها، يعني ممكن قوي ان احنا لو ما عرفناش نعملها تترمي، مش قلبنا مش هيوجع. فاحنا بنتعلم، دي ضريبه التعلم. ايوه اهو مناره هي قصت الحرده، هسيبي بس هنا القماشه ببعض. ممكن هنا اعملها كيرف بقى، يعني تبقى طالعه على كيرف كده، اطلع من هنا 3 سنتي وانزل على كيرف زي ما انا عايزه. اوكي ادي البلوزه بتاعتي اتقصت اهي. واو ده كده بس فاضل ان احنا نمكنها. فاضل بس هنا هنمكن هنا ونمكن هنا، خطين تمكين بس. اوكي هنا بالنسبه للرقبه في كذا طريقه بقى. ممكن ان انا استخدم شريط ساتان يكون لونه مثلا الاوف وايت ده، ارده هنا عشان تنظيف للرقبه. ممكن اعمل اوفر وثانيه طايره، يعني اعمل له اوفر وثانيه صغيره نص سنتي. وممكن ان انا اعمل له حاجه اسمها الانفورم، ده بيتقص. اوكي بتعملي كان الدايره دي ناخد نفس المقاس الدايره دي وباخد هنا بمقاسها على بعد 5 يعني. سنتي فبتطلع لي نفس الدايره، اقوم معشقها فيها امكنها واقلبها لورا، تبقى انا نضفت الدايره. ده شيء ماشي؟ رائع جدا جدا. بس انا حاسه منار هي طلعت قصيره شويه. ليه بقى؟ عشان عملنا المقاس صح. هو احنا بنطبق القماش كان في فرق في التطبيق. اوكي لكن لو طبقناه مظبوط هيطلع لنا هيطلع لنا مع خدي بالك. حلو ادي غلطه. يعني انا يهمني الغلطات احسن طبعا. من الحاجات حتى اللي تطلع بيرفكت. علشان احنا دي هنتعلم. لازم التطبيقه يبقى الطرف على الطرف. طيب دلوقتي بقى كل ده يتمكن. هيتمكن هنا وهنا. انا ممكن اقفله بالدبابيس عشان اوريكي الشكل النهائي. طيب وانتي بتقفليه بالدبابيس عندي كام سؤال كده. اتفضلي. احيانا بتعجبني قوي بلوزه مثلا وعايزه اعمل زيها. ايه خطوات ان انا اقص عليها؟ هل لازم افكها يعني ولا ممكن؟ لا 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 مش شرط. هي الفكره مش ان انت تفكيها، الفكره ان في شروط ان انت تستخدميها كباترون. اولا ما يكونش فيها بنس، يعني ما يكونش فيها لا بنسة ويست في الجيبة أو بنسة ويست في بنطلون أو بنسة صدر في بلوزة أو فستان، عشان ده وسع زيادة بنبقى لأن أنت مش هتقدري تحكمي مقدار البنس. أوكي. الحاجة التانية أن أنت بتيجي بتطبقيها، يعني مثلا أنا عندي عايزة أعمل بلوزة زي دي بالظبط، ببتدي أحطها عليها وبحط أطبقها على أربعة. أوكي يعني دايما تطبقيها على أربعة واتني القماشة برضو على مرتين، وابتدي خدي دوران الرقبه الكتف الكم حته واحده اهي بالظبط. ماشي ونطبق البلوزه نفسها كباترون. كباترون وممكن ان انت في حاجه اصعب شويه، ان انت بتحطي طبقه من الشفاف فوقيها كربوني القماش، بحيث ان كربوني القماش يبقى وشه ناحيه القماشه اللي انت بتعملي زيها. أوكي. وتبتدي تاخدي العلامات بتاعتك، هيطلع لك كربون هيطبع لك نفس الباترون بالظبط، وبالتالي تاخديه زي ما هو كده تقصيه. طيب طبعا احنا كان معانا صور كتير، ما نلحقش ناخد اي حاجه خالص. طيب يلا ناخد بسرعه كده تعليق سريع. بصي لي كده يا منار على الشاشه.
وقولي لي ده فستان طبعا احنا في موسم البحر بقى احنا. ودي ده تقفيل مدام شيماء من اجمل البنات اللي عندي. اوكي. ومعمول بالقصة اللي هي المكستمه زي ما انت شايفه كده. فرانسيس من فوق ده برضو شغل برضو. دول بقى الصور دي متدربات عندك معاكي يعني ضربتيهم؟ ده عاملين الشغل ده. عاملين الشغل ده جميل جدا. اعتقد كده بس يعني ايه؟ برضو كانت عامله شغل في رمضان دي نوفا. أوكي. ده فستان خطوبه كانت عامله البنوته. بياخدوا وقت قد ايه لغايه لما يعملوا منتجات؟ 4 شهور تقريبا عشان يقدروا يطلعوا اي موديل. جميل. منار ياسين بشكرك شكرا جزيلا. ده كان درس سريع كده ازاي ممكن تعملي بلوزه في نص ساعة. فأعتقد إن إحنا أقل من نص ساعة واتقصت البلوزة، فاضل لنا بس إن يبقى معانا هنا مكنة خياطة وكنا ممكن كنت ألبسها وأروح بيها كمان. منار بشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى إن شاء الله إن كل اللي نفسها تتعلم خياطة اتشجعي وتعلمي والبسي من الحاجات اللي أنت عاملاها. بعد الفاصل هيبقى معانا فقراتنا في ست الستات، خليكم معانا.